الشركات بتسأل في اللغة ولا الفريم ورك؟ الاثنين ممكن تسألك في اللغة تسألك فريم ورك. يعني مثلا مرة سألت واحد يعني ايه بي اتش بي، بي اتش بي سينيور ديفلوبر، ايه هي بي اتش بي، اختصار بي اتش بي عبارة عن ايه؟ سؤال ملوش اي لازمة، يعني مش هيعمل اي حاجة، لكن انت بتوتر اللي قدامك بس. يعني هو قال لي مثلا، قال لي بي اتش بي دي عبارة عن مش عارف سمك بالمش عارف ايه، مفيش مشكلة تمام، لكن انت وترته، فما وترته خليت ان هو بعد كده مش عارف يجاوب. في ناس كده، في ناس بتضعف من الاسئله دي. ففي ناس بتسال في اللغه والفريم ورك، والشركات بتسال في اللغه والفريم ورك، بس المعظم بيبقى في الفريم ورك، لان انت بتبقى رايح على مشروع مبني على فريم ورك. يسالك مثلا ايه هو السيرفيس كونتينر، يعني ايه فاكتوري، ازاي تستخدم، ايه هي الديزاين باترنز المستخدمه في لارافيل، ازاي لارافيل بتستخدم الريبوزيتوري، ازاي سيمفوني بتستخدم الديبتس انجكشن. يعني طب لو انت عندك two users عايز تخلي ده admin وده super admin، تعملها ازاي في symphony؟ كده بتدردش في الفريمورك، وفي نفس الوقت بتكتب بتقول كلام في اللغة نفسها، فعادي يعني ممكن تسأل في الاثنين.